ما تقول في قاعات الأفراح المختلطة إذا كان أحد العروسين من الأقارب؟ لا لا يذهب الإنسان إذا هذه الأعراس المختلطة، ويبين لهم أن هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز له أن يذهب، خاصة إذا كان فيه تبرج، وغالبا إذا كان فيه تبرج أكيد هذه فيها أغاني وفيها دقدقة وفيها كذا، ما يجوز إنسان يذهب إلى هذه الأماكن ويبارك لهم من الغد أو قبل العرس أو كذا، لكن لا يذهب إلى هذه الأماكن.